حطت مناكير ولبست ضوافر صناعية وظهرت قدام الكاميرا بمكياج كامل بسبب الظهور المثير لمجدي الهواري وزوجته دنيا عبد المعبود من أمام الكعبة. يا ترى إيه الحكاية؟ حالة كبيرة من الجدل على السوشيال ميديا في الساعات اللي فاتت بسبب تصرف دنيا عبد المعبود زوجة المخرج مجدي الهواري واللي عملته قدام الكعبة. بداية كانت مع نشر مجدي الهواري صورة ليه وزوجته وهم بيأدوا مناسك العمرة. المفاجأة كانت في ظهور دنيا بمناكير وأظافر صناعية، ده غير الوشم اللي كان على إيديها. انتقادات كبيرة طالت دنيا بسبب اللي عملته، على الرغم من إن الصورة كانت بالرد على نزاع من الناس اللي قالوا إنهم انفصلوا، لكن الموضوع جه بالعكس والناس بدأت تنتقد دنيا بسبب ظهورها. وقال رواد التواصل في تعليقاتهم على الصورة: والله للأسف الشديد العمرة أصبحت عبارة عن ترند بالنسبة لبعض الفنانين، مناكير وأظافر وتاتو، استرك يا رب وأتوب إليك. لكن في المقابل بعض المدافعين عنها قالوا يمكن ما تعرفش العمرة الجاية هتكون تعلمت إن شاء الله، مش هيكون في تصوير. كمان مع حالة الانتقادات اللي تعرضت ليها دنيا وتسببت في جدل كبير على منصات التواصل، رد فعل مثير من المخرج مجدي الهواري اللي علق لزوجته على صورة وقال لها: ربنا يتقبل منك ومنا يا رب العالمين. مجدي كمان نفى كل الكلام والنزاعات اللي اتقالت على انفصاله عن زوجته دنيا في الأيام اللي فاتت. مجدي الهواري احتفل بزواجه من دنيا عبد المعبود في حفل صغير حضر فيه عدد من الأصدقاء المقربين من العروسين، كانت مفاجأة من العيار التقيل من مجدي الهواري، خصوصا انه قبلها كان له تصريحات صادمة عن زواجه من زوجة تانية غير غادة عادل، حب حياته زي ما دايما بيوصفها وبيتكلم عنها. وقتها قال مجدي في مقابلة مع غادة عادل: في شرط عندي في الزوجة التانية، هل الزوجة التانية هتفضل متقبلة فكرة اني بحبك وانك ام ولادي وبنتي؟ الحب اللي ما بيننا يا غادة ما ماتش، وانتي لو اتجوزتي تاني انتي حرة. وفي بداية مشوارك الفني لما كان بيتم تكريمه كانوا بيقولوا مجدي الهواري يفرض زوجته على الفن، لكن مع حصولك على الجوائز بدأوا يقولوا غادة عادل وزوجها المنتج مجدي الهواري وظهرت موهبتنا لما اشتغلنا مع بعض في فيلم الوطن. كمان من الناحية التانية غادة عادل كان ليها تصريحات مثيرة لمجدي الهواري وقالت وقتها: انا بمتدح مجدي الهواري عن اقتناع حتى بعد انفصلنا لانه ما عملش حاجة وحشة معايا، اكتشفت الرجولة والجدعنة مع مرور الوقت وتأكدت ان مجدي الهواري كان لازم يبقى أبو ولادي. وقالت كمان غادة في تصريحاتها: لو مجدي الهواري اتجوز هفرح له جدا من قلبي وهو يستحق انه يعيش حياته، قرار زواجي مش سهل عليا، مجدي الهواري كان بمثابة أب بالنسبة لي ولم يكن مجرد زوج فقط.